تسجيل أول حالة وفاة بفيروس مستجد ليس ككورونا بل أشد فتكا، تصل نسبة الوفاة من عدواه إلى 88%. يظهر الآن في أفريقيا بعد غياب لأكثر من نصف قرن. ظهر فيروس ماربورغ للمرة الأولى منذ نحو 50 عاما. سجل لهذا الفيروس 12 تفشيا في جنوب وشرق أفريقيا مسببا نسبة عالية من الوفيات، ليصدم العالم يوم الاثنين 9 أغسطس بعودته من جديد في عينات مأخوذة من مريض فارق الحياة في غرب أفريقيا وتحديدا في غينيا. تحركت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في غينيا لتعقب أي شخص كان على اتصال بالمريض المتوفى بهدف تطويق انتشار فيروس ماربورغ. المفارقة هي أن هذا الفيروس ينتمي إلى عائلة فيروس إيبولا الشرح، الذي أدى إلى أزمات سابقة في أفريقيا أيضا، إذ يسبب نوعا من الحمى النسفية الفيروسية التي تتسبب بالنزيف الشديد وفشل الأعضاء ثم الوفاة في الكثير من الحالات. يبدأ تفشي فيروس ماربورغ بانتقاله من حيوان مصاب كالخفافيش مثلا إلى الإنسان، ثم تنتشر العدوى من الإنسان المصاب إلى آخر عن طريق ملامسة سوائل الجسم أو الأغراض الملوثة بالفيروس. تبدأ الأعراض بارتفاع درجة حرارة الجسم، يليها صداع وتقيؤ دم وآلام في العضلات، وفي بعض الحالات الشديدة ينزف المريض من خلال فتحات الجسم. لا يوجد دواء أو لقاح معتمد ضد فيروس ماربورغ، لكن يمكن للرعاية الصحية للمصابين أن تحسن من فرص بقائهم على قيد الحياة.